بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الدعاء لا يذهب سدى. يعني ايه الدعاء لا يذهب سدى؟ يعني مفيش دعاء تدعيه في حياتك وهيروح كده في الهواء، لازم ربنا هيعوضك عنه حاجه. يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اتحاصر في شعب ابي طالب 3 سنين، المشركين والكفار حصروه 3 سنين، مفيش اكل او شرب بيدخل لهم، مفيش اي حاجه غير بعض الحاجات بس اللي ممكن تتسرب لهم كده، لكن حصار شديد 3 سنين. من شده الجوع ساعتها الصحابه والرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بياكلوا ورق الشجر، يعني من شده الجوع تاكل ورق الشجر، طبعا حاجه صعبه جدا، اكيد كلنا متصورين يعني تاكل ورق الشجر. ساعتها الرسول دعا، دعا ربنا يفك الكرب ده عنهم، ربنا استجاب الدعاء ده بعد 3 سنين. يعني تخيل بعد 3 سنين ربنا فك الحصار بتاعهم وعاشوا بعد كده، وبعدها هاجروا للمدينه. طب ليه بعد 3 سنين؟ ما تسالش نفسك انت ليه بقى؟ في ناس كتير للاسف بتدعي ربنا ويستنى ربنا يستجيب له دلوقتي. انا مثلا ذاكرت وتعبت في الثانويه العامه واجتهدت وجبت كده نتيجه، ما لقيتش نتيجه حلوه، هل كده كل دعائي راح؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. دعائك اتاجل لحاجه تانية، انت ما تعرفش اصلا نتيجه دعائك هتظهر امتى، ممكن بعد سنه 2 3 10 سنين 20 سنه، انت ما تعرفش الحكمه هتظهر امتى، وما تعرفش الحكمه هتظهر ازاي. ممكن تكون في جوازه حلوه، تكون في راحه بال، تكون في صحبه صالحه، تكون في صحه بدل ما تتمرض، تكون في فلوس، تكون في شهره، ما تعرفش اصلا النجاح او يعني استجابه دعائك هتجيلك ازاي. عشان كده بالله عليك لازم تدعي وتاخد بالاسباب وما تفكرش بالنتائج. يعني شيل النتائج دي من دماغك، هتريحك على فكره جامد. يعني انت دلوقتي بتشتغل وتعمل اللي عليك وبتدعي ربنا بس كده، النتيجه دي مش عليك خالص. وافتكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يدعي لكن بعد 3 سنين ربنا استجاب دعائه، عشان ربنا هو الحكيم. الحكيم يعني بيضع الاشياء في نصابها الصحيح، يعني في وقتها المناسب، وقتها الممتاز، يعني في الوقت ايه؟ الوقت المناسب. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، واعلم ان الدعاء لا يذهب سدى، واعلم ان الدعاء لا يذهب سدى. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام.